بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحبابي في الله وإخواني، موضوع كسابسا مراحل المذهب أيان ربنا أنا ميشان حواك الشيقنا ما دام أي بلطي كتابك ستو صباحا ويحل واركو إن لا يسك إفتون هايو أولي اللي هاي كتاب هي البنك سو أركي كتاب هي البنك سو أركي ما وحن مدام مذهب كده ما إنو فوضع عملو قلو إكالي مركا وحرونا بالمذهب كو إنتو مرحلة صومري يسالك أودم بيجي ماشوا صل دقي وهاي عين متسلم كيدا هذين إن نخوض على سر دينه هرد مذهب كأن الشافعي إمام الشافعي بأساسي أصقع مؤسس كي أها رضي الله تعالى عنه مرحلة سنة وحلي هذا ومرحلة الكبادة وحلي هذا مرحلة التأسيس ووضع القواعد الأصولية وبناء الفروع عليها وتأسيس كأي أساسي ده مذهب كان شافعي على أساسي يدسنتي قواعد يس أصولي على دتشي هي فروع دي الغض الصي قواعد الغض الصي فروع دي ضمبة تاسوا مرحلة التأسيس مؤسس كسوها إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه شيخ أي أساسي أغواشي إمام الشافعي مركا لبنو أي أهيد منا وحلي هذا قديم منا جديد بالي هذا مركو إمام كتشوغي رضي الله تعالى عنه مكة العراق مدينة منورة وضمد اسمر كتشوغي أغواشي لغا صغادي وحلي هذا قديم بالي هذا مركي ضمو إمام كو هرطي وحق إيو أقوري مصرنا مصر وحي لغا وحلي هذا جديد بالي هذا جديد بالي هذا مركا رجي هو رخص النقلية مذهب كقديم كراح كمدها شيخ إمام البخاري أيا كمدها الأرنشري أبو عبد الله بن الزبير بن عيسى شيخ أيا كمدها وحكمدها رخص وقاشي شيخ ابن ماجه أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عباس شيخ أيا كمدها رجع سوق علي مذهب كقديم ك وحكمدها أبو وليد موسى بن أبي جاود شيخ أيا كمدها وشيخي أها إمام الترمذي وحكمدها إمام كني ويناي إمام أحمد بن حنبل وحكمدها رجع أيا كمدها إمام حسن بن محمد الزعفراني رجع كمدها إيو إمام حسين بن علي رجع صدان إمام أبو ثور إبراهيم بن خالد رجع أيها حيان رجي قديم قديم كان نقلية أيها حيان وحرتي وحق مصر شغلك شو حق مكة إيو مدينة إيو عراق إيو هكا عراقيين توصوا قاعدة أيها حيان مذهب كاس مركي دمبو حق أسوء هذا الشيخ إنه محق مصر أسوء هرتنا وحمد كاس جديد كعك قاضي مشايخ بدنو إمام مزني وكمدي هاي إسكاله كتابه يا مختزن المزني إسكاله يكتابه بدنا هذا تو إمام كاس أيها كم إذا رجع قاضي إمام البويد أو مختصر البويد إسكاله أيها كم إذا رجع مصر شيخ أبو حريستي وعكم إذا إمام ربيع المرادي رجع صدنا أيها قاضي وحكم إذا إمام كي إمام يونس بن عبد الأعلى رجع سنا ورجع وقاضي بكم إذا هايان حق مصر ملك الشيخ يمد مركا لو أنا اسم مذهب أيو الشيخ لها وعلي هذا مركب مذهب تا مذهب تاس جديد كأي قديم ك وحى شيخه
مذهبكي راجح كوها أقواشي سراجح سان وجديدك جديدك أيا وحي هاي راجح صراعة قديمك تضويتون مسألو وحيالة صاصة أيا الشيغة أولي هذا قديمك راجح كوها مرحلة أسمرك وتأسيسك الشيخ أي حرتيسي وحا كصو كحكتي مرحلة اللي هذا مرحلة النقل والانتشار مرحلة دي لسون نقلي مهلك سون نقلي انتشارك والتلاميذ الشيخ رقص أنصار شغني أو قديم رقص حقا مكة مصر العراق رقص كل ماي أي وحيهين تلاميذي نقل مرحلة النقل انتشار رقصان سيفا في أو مذهب كسيب اللاري مرحلة هذه هذا مرحلة النقل والانتشار وحكس وحي مركا كس حكته مرحلة دي مرحلة التدوين والتوسيع لفروع المذهب مرحلة اللي هذا تدوين أقواش الشيخ اللي الديواني أو الديوان قريي أو الله قرقري للتوسيعية شروطة اللي هو كلا حرحري مذهب كفروع سلا كلا حرحري تساكو السيحك تقول الله سيودي أيانا أصحاب الوجوه با إسكاله علومة أصحاب الوجوه الأورنجي أيا مرحلة أصلا إسكاله أيقنا الله بطريقه أي أكلا قادانه طريقة العراقيين هي طريقة الخراسانيين لواس طريقه أي مرام بالله مرحلة طريقة العراقيين وحا أساسي إمامك أبو قاسم عثمان بن سعيد الأنماطي شيخ أي مؤسسها مرحلة اللي رقاس العراقيين سا مؤسسها رقي مركا كقاليو رقاس يونو كمدها عراقيين وعكمدها شيخ الأورنجي الغفار الكبير وشاشي الغفار الكبير شيخ أساكمدها وعكمدها أبو حامد الإسفرايين شيخ أساكمدها وعكمدها إمامك وينايو أبو الإمام أبو إسحاق رقى أساكمدها الماوردي نكا أساكمدها إمام المحامل وكمدها إمام أبو طيب الطبري وكمدها رقاسة كمدها أو إمام المزني مقتصر كيسا شرحي رقاسة كمدها خراسانيين تنا وحا أساسي حافظ كيوين الأورنجي دي الحافظ الكبير أبو عوانة نكاسة أساسي ومرحلة رقاسة كمدها سنا خراسانيين تا أيو قيبتاس أساسي ونقلات كمدها أبو حسين نكل يلا يا كمدها قفار الصغير كمدها أصل الغوطة المهجة رأس الخراسانيين الغوطة المامو وعكمدها إمام فوراني وعكمدها وعكمدها مسعودي رقاصة لن جويني وعكمدها وإمام شافعي رسالة شرح كلها كتاب تفسير ولي ما ورد وعكمدها وحاول كتاب كان حاول لي أسكاله مزنق شرحي وعكمدها الشيرازي وعكمدها كتاب مهدب كي أسكال إمام الحرمين وعكمدها كتاب نهاية المطلب كا اسكرها كميدها وحا كميدها امام الغزالي والاسكري يقام اصو وصيري يبصيري كتواصل اسكرها رقاسنا وحي اهين اصحاب الوجوه قيبتي وحي اهين خراسانيين مارك مذهبكي مارهو كسو قولي قيبتي تدوينكي هل كاسو فريست ورقاس ايي وحي اهين صليق ماركو هرى مرحاوة التأسيس وعكسو مرحاوة النقل والانتشار مرحلة بكو حتى أمراء التدوين لي هذا لواس وجه أيين علماء كو تدوينيين بالا أو عراقيين تاس إيا وحا أوين خراسانيين تاس لواس قيود بأوين أيو الصاصة وحا كسو حكتي مرحلة لي هذا مرحلة الجمع بين الطريقي لواضي الطريقو رق جمعيي ورق هاد عراقيين تنمي ألبس كفرستان تقي خراسيين تنمي ألبس كفرستان مركا رق جمعيي أيات شري oo hadda asxaab wajuu ra kamid ka buuxaan asxaab wajuu laftooda kamid ka buuxa ayaa jamciyay ragaas marka dariiqayn jira waxa aasaasay imaamki weena Abu Ali Yusinji ninkaas ayaa aasaasay waxa kamid aha ragi imaamu Rawyan ayaa kamid aha iyo kitaabkan Bahrul Madhab ka iska laha waxa kamid aha Ibn Sibaq baa kamid aha waxa kamid aha Qifarul Awsat نلي هذا لي كتاب لي هذا الحلية في معرفة مذهب الفقهاء كتاب لي هذا إسكاله نكاسة كمدها وعكمدها إمام حرمين لفتيسة وعكمدها إمام غزالي
جرجاني وكمدها أبو المعاري وكمدها دخيرة أسكالة رقا صوت أنه وحي هاي رقي جمعيي وغيبت العراقيين تا غيبت خراسيين تا مرحلة التدوين والتوسيع أهيد رقي قروا أصحاب وجوه باركواس اللي هذا يو أيام مدي إمام كشافعي حرتي سوى حكا صوت نقليين أوفافيين يونيك استوكو اجتهاد مركا أصحاب الوجوه اللي نبوت بالأهلي وجوه أي رقا سنة جمعيي وأقول سيكتي مرحلة اللي هذا مرحلة الترجيح بين الأغوار والأوجه أغواشي هي أوجه اللي الترجيح يو مركي اللي الجمعي يا راجحة يا سراجحة صالح كما قادة كره وحاة أصنا مؤسسها إمام كان إمام الرافعي رضي الله تعالى عنه هي مرحلة رابعة عنا مؤسسها إمام الرافعي وشرح كبير كسكالة يو محرر كيكتابها وحاكوه يقول عز الدين بن عبد السلام كتاب كلي هذا قواعد الأحكام كأسكالة كتاب كذا الشيخ رجع بكم هذا رجع ترجيح يا هاي الشيخ لي هذا كمال الدين بن الصنار إمام النووي الشيخ سها الشيخ هذا أيها كم هذا وعكم هذا ابن دقيق العيد وعكم هذا إمام النووي لفتيسي ويا كم هذا رجع سنة وحي هاي رجع تمعي أي هاي برجع وحي ترجيح حياته ترجيح أسكالها أي هاي أنا هذا مذهب كأي جا هو ترجع سنة أو رجحي وأقول سوء اكتمارك مرحلة اللي هذا مرحلة الاستقرار ومذهب كي بصقنا علي مرحلة الاستقرار مرحلة الاستقرار بلي هذا مرحلة الاستقرار بالشرح والتأليف والفتوى رجع سنة وحوي ابن رفعة كم لها كتاب كفاية النبي أسكالها وها كم لها إمام غمولي وكتاب بحر المحيط أسكالها شرح وسيطك وها كم لها السنوي وكتاب كافي المحتاج كأسكالها ومن هذا الشرح الساعة أدرعي باكمي ذا وقوت المحتاج إسكالها أصلا من هذا الشرح الساعة ابن ملاقم باكمي ذا وكتاب كان هذا شرح الحاوي إسكالها هي جمع الجوامع كتاب لي هذا أصلا فروق لك هذا العي وحاكمي ذا زكريو أنصار باكمي ذا ابن حجر وهيتر باكمي ذا إمام الرمير باكمي ذا خديب الشربين باكمي ذا رقع سوي مرحلة واحدة هذا مرحلة استقرار بالي هذا ماذا كوكوشك ناضي وكوكوشك ناضي وأقول سعيد مرحلة المقلدون ورقي كدم بي رقي كدم بيوي مرحلة المقلدون بالي هذا يو أيلا واحد صار صنع يا رجاس مركا هرت صاص ونقنا يا ماذا بكم مركا أنت أستضبع مرحلة أي صامر يا الله قب صنع يا مركا ومرحلة الترجيح كهر وحبا مترين مرحلة الترجيح وهاي إسكالة إمام رافعي إمام النووي لا وضع سوى إسقوا فقان أيام مذهب كم يعتمد أن قنحه أو يجري إمام كيوين إمام البغاي يجري إن الصحيح من المذهب الشافعي هو ما اتفق عليه الشيخان ثم ما جزم به النووي يقول لي يا هاي وح مذهب ك شافعي الصحيح هو على قبصنا هيا وأوحى الشيخان كسقوا فقان إمام الرافعي إمام النووي ما سكوا وافقان وي هذا يسا إس وافقين ما جسم به النووي نووي بتصاص قال ابن حجر كنا وليا أصلا أو وليا هاي إن الذي أطبق عليه المحققون إن المعتمد ما اتفق الشيخان عليه وحي ضبولين أو سكوا وافقين محققين تقول حوي معتمد كونه جاي ما اتفق عليه الشيخان شيخان هو سكوا وافقين وابن حجر كله كل تحفيزه فإن اختلف فالنووي marka kadib nabawi waxa ku xugu yi sidaas ayuu noqonayaayo sheekhaanku waxa hadii imaam nabawi uu saka halina imaam raafiic baa la aadahay imaam raafiic ayaa la aadahay haday ka soo tagaan labadaas mas'alada haday ka soo baxsato waa meeshii qamarayn ku jiraan qamarayinku waxa weey ibn hajar iyo imaam ramali ibn hajar kitabkiisa tuhfaa iyo imaam ramali oo kitabka aan shignihayaa iska labadaas qamarayn meesha isku waafaqaan haday mas'alo ka soo baxsato sheekhaanka لواس ماشي كلام بالله واتي قواعد فقهاء يختلف القمرين فاختر أيه ما شئت هذا القمرين اختلافنا متكرر تراعي كذا هذا أهل ترجع هاي متكرر هذا أيها إنك استوى على مذا قرنا إليهين ور سكري الأنصار كأيو شيء خدي بشربين ينكا إلى كلام يا بال مسألة حقي سكرته
إنك صارك نسأل ليه لكن قواعد سلدي جوا حاوي هذا إس قمرين كم إيش هذا إس وافقان وعبس هذا إس خلافانا فاختار أيه ما شيت هذه المسألة كصوب حصوت قمرين ك يا لآل هي وحلو آل هي وسكريون أنصار سكريون أنصار وي وليبا وشرح يسبها جاء إيو كتاب كذي منها تكاية شرح يس كواسوي كتاب وكان رجال الإمام النووي وكان كتاب وكان الهريين وهذا المنهج كان مرتبة أفراد بكتير أو رتين هي ومرتبة أفراد ابن حجر وكان كتاب وكان الهريين وتحفاء وهرية مركا ساس ونقان هي وكان ترتيب سيهين مركا ما ضوء لنبا أغاها اللي دوانا إمام النووي وكتاب وكان ترتيب سيهين إمام رافقي ابن حجر إمام الرملي إيو كل شارحين تنادن waxay isku kala horeeyeen kitaab lifta waa kala horeeyaa mowduucna baa waxa la doonaa haduu ilaahay idno markaas sekeri ansar baa ku xiga waxa ku xiga hadana khadiib shirbiine wuxuu mas'uul kitaabka muqniga leeyahay baa ku xiga hadii mas'uul imaam sekeri ansar ka soo baxsato sheekhul islaam waxa weey wax laga fiirinaya waa muqniga hadii muqnigi laga waayo ibn ziyad ayaa la fiirinaya haashiyatu ibn ziyad ayaa la fiirinayaayo شرح منهج كان سكري أسر أولي أسعرا شيخ عاص أيا حاشية سلال هي هذي كصوب بحسان عبادي حاشية كحكت أبو قاسم العباد شحاشية أيا كحكت ومنهج كسعرا هي تحفها لواس لواس حاشية على فيرن هي وأكو سحكت هدنا حاشية تر أميرة أيا كسحكت وشال محل كسعرا تاسا كسحكت هذي مثلا كصوب بحسان وأكو سحكت حاشية علي الشفران ميليسي نهاية المحتاج كسارن تاسال لفيرن هيا هذا كصوك حصته أو مثلا كصوب حصته علي الشفران ميليسي وسكالن حاشية الحلبي شرح منهج كسارن أيا لفيرن هيا هذا كصوتك تو حاشية الشوبري ولا فيرن هيا أو أصلا مضارب كسارن هذه اللي جوا أيه وعلى قفيرن هيا حاشية العناني أو كتب كل هذا عمدة رابح في معرفة الطريق الواضح لرمالي كاس أيالا في رهاية ساعة كسوة سعانيسا مركا مذهب كنت أسوة سعاني لاباهنا منع هذه الأمة فوضى أمة داتان اسكدبا يعي فوضى أباهنا مذهب كنت مركا فوضى أباهنا مذهب كنت أسوة انت أسوة مركوة سعاني وحاوي الشيخين كو وحي اسكو وافقان أيام وحو نغان هيا مغتمد كن نغان هيا هذا الشيخين كو سو خلافانا نووي ماشي تشلو هذو نووسك حالنا إمام الرافضي هذه كصوب حصته قمرين كالغا في رهاية هذه قمرين كو إسخلافان فاقتر أيه ما شئت هذه كصوب حصته مذهبتو مثلا كصوب حصته الأولى سكريو أنصار وليبا كتابي سأصور شاقني هذه كصوب حصته خديو الشربيني أيها لغا في رهاية وليبا مغنق هذه كصوب حصته حاشية زيادة لغا في رهاية هذه كصوب حصته وليبا كتابك عشاقنا سعرا وهذه كصوب حصته عبادي قال فينا يا لبادي حاشان سوشي جيني وتحفين ماش كسرنا يا هذي اللي جوا يا وما يرى على قفيرنا يا أنت هذي أشرف ترى المحل كسرنا هذي اللي جوا يا علي شبرا ميليس نهاية باقي نهاية بتاعك سرنا هذي اللي جوا يا حاشية حلبي أشرف ماش سرنا هذي اللي جوا يا شوبري قصر مطالبك عناني عنده ترابع سرنا سياس قصص عنيسة ما لا تشرتوه هذا مسألة ذكو أي مدب مثل كهري هذا خلافه مدب باكي كهري خلافه كذا اعتباري على ماي كاسخر يا الله أكفرنا هي أنت أصلا مسألة كبا حسام بتشرم يا مرك وحنا لنا هاي إلى حق هنقوله مثل كون ترتيب تسلية هاي إن شاء الله تعالى نك استوى شيء قصي كتابز أكل رتحينهن هي سياق الترتيح سياق التضعيف سياق التبري أو عارض أيه لفت وخد أكوارك تناس كلاس قدين ما وحكو حرين على فينا هيا مسيقة الترجيح با مسيقة التبري با مسيقة التضعيف با محيطه سيقة داس إيه كتوب سيقر هريانا موضوع لنبا قصة هل لدونا أدو إلهي إذن هذا أنا موضوع أن أنت سكوتو تشينا أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.